أحسن الله إليكم. بسؤال الآخر يقول: هل يجوز للمسافر بعد طلوع الفجر أن يفطر؟ إذا سافر الإنسان وهو صائم، سافر في أثناء الصيام وخرج من البلد التي سافر منها، خرج منها، نعم، فإنه يبدأ وقت الرخصة بالإفطار، فإن شاء أفطر وإن شاء أكمل اليوم، وهذا أفضل، أنه يكمل اليوم الذي بدأ، وإن أفطر فلا حرج عليه، لكن بشرط أن يفارق عامر البلد الذي سافر منه. أما ما دام في البلد فإنه لا يجوز له الإفطار، لأنه لم يشرع في السفر إلا بعد الخروج من البلد. نعم.